ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا كريم. آمين آمين يا رب العالمين. نجتمع اليوم على طعام، ونأكل الطعام في كل زمن ووجبة ومناسبة. هذه الوجبة تسمى العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل مولود عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. نرى أن الإسلام قد اهتم بالمولود، وقبل أن يهتم بالمولود اهتم بالأسرة بشكل عام. أمر الرجل أن يختار المرأة الصالحة، وأمر المرأة أن تختار الرجل الصالح، ثم بعد ذلك لتكون الذرية الصالحة. وخير ما نستقبل به مولودنا أن نسميه اسما صالحا، ثم نستقبله بهذه الوليمة عندما يكبر ويعلم أن أباه قد استقبله بذبيحة وقد تكلف من المال، فإن ذلك مدعاة لبر الوالدين، مدعاة لبر الوالدين الذي حث عليه الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: أنشكر لي ولوالديك وإلي المصير، وغيرها من الآيات والأحاديث النبوية التي اهتمت بتنظيم العلاقة بين الآباء وبين الأبناء.